السلام عليكم اخواننا الاعزاء، شلون الصحة؟ ان شاء الله تكونون بخير. ان شاء الله نبلش بالطفيليات مايكروبيولوجي. مايكروبيولوجي مثل ما تعرفون تنقسم الى 3 اقسام خلال هذا الكورس: الباراسايت والفيروسات والاميونولوجي، علم المناعة. صراحة مادة كلش كبيرة، ولا كانها كورسية اصلا، تحسها مادة مال سنتين مو مال سنة واحدة. فوق هذا كله مادة وزارية وتقويمية، وقت قليل، فما اعرف يعني، الله المستعان في كل الاحوال. اسف على التاخير. طبعا الاخ علي يعني حسب التقسيم انه صارت البراسايت عليه والكيمياء عليه، ولكن ظروف ومثل ما تعرفون شوية العمل، وان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. ان شاء الله نبلش وياكم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى. الباراسايتولوجي هو علم الطفيليات. خلوا واضحة إن شاء الله الصورة. Is the area of biology، يعني هو قسم أو فرع، هنا أنا الأريا ما أقصد بها المساحة، أقصد بها جزء أو خلينا نقول شطر كبير من علم الأحياء، concerned with the phenomenon of dependence of one living organism on the another. يعني باختصار هو علم من علم الأحياء المجهرية يختص بدراسة ظاهرة اعتماد إحدى الكائنات الحية على، يعني بعض الكائنات الحية على البعض الآخر. يعني كائن حي من يعيش يعتمد في عيشه على كائن آخر، يعني ما يقدر يعيش الواحد بين قوسين. Medical Parasitology، الشطر الطبي من هذا العلم، deals with the parasite، يعني يتعامل مع الباراسايت الطفيليات، which infect man، التي تصيب الانسان. هنا اخوان لاحظت انه المان الانسان ما يقصد بها يعني الذكر، يقصد بها يعني الذكر والانثى، يعني المفروض يقول هيومان لكن هو كاتب بس مان، لاحظت يعني. فمع ذلك انتم خلوها ببالكم، المان هنا يقصد بها الانسان وليس الرجل. The disease they produce، يعني التي تصيب الإنسان والأمراض اللي يسويها، and the response generated by him against them، الاستجابات التي تولد وتصير، and the virus method of diagnosis، تشخيص prevention اللي هو المنع والوقاية، and the treatment والعلاج. المهم هذا الشطر شنو نستفاد من عنده؟ أنه الطفيليات كائنات تعيش تعتمد في عيشها على كائنات أخرى ما تعيش لوحدها باختصار شديد. باراسايت هسه الطفيلي، قال شو هذا درسنا عرفناه كعلم، علم الطفيليات. هسه الطفيلي is an organism that is entirely dependent on the another organism، نفس الحكي اللي حكيناه هسه، هو كائن حي يعتمد تماما في عيشه على كائن اخر. Refer to as its host، الهوست هو المضيف أو المضيف، for all or part of its life cycle and metabolic requirement. يعني شنو؟ يعني هو يحتاج المضيف أما في كل حياته أو في جزء من حياته، يعني ما يقدر يعيش بدون المضيف، يوفر له التغذية، يوفر له الحماية وما إلى ذلك، أما طول حياته أو جزء من حياته. جيد. Strictly speaking، يعني إذا نتكلم بدقة شوية، the term parasite can be applied to any infectious agent. إذا نحكي بصورة دقيقة يعني نقدر نقول parasite على أي عامل يعني معدي، لكن إذا نحكي بصورة عامة الباراسايت أي شيء معدي، بس إذا نحكي بالإجماع It is generally restricted to infectious caused by protozoa، الأولينيات والهيلمث، وإذا نقدر اللي هي الديدان الطفيلية الهيلمث، and exclosed، إذا يعني نتبعد أكثر، تشمل حتى الفيروسات والبكتيريا والفنجاي. شنو يعني؟ نقول لك الطفيليات بصورة دقيقة بصورة خاصة تشمل البروتوزوا الأوليات أو الأولانيات، وتشمل الديدان الطفيلية الهيلمث، لكن إذا نتوسع أكثر فأكثر لا يجوز تشمل الفيروسات والبكتيريا والفنجاي الفطريات. إحنا راح ندرس فقط بالباراسايت، راح ندرس بهذا الكورس البروتوزوا والهيلمث. ماشي إخوان؟
باراسايت از اوف تو تايب، من ناحيه الحجم هو يقسم الى قسمين. شنو هاي القسمين؟ مايكرو باراسايت وماكرو باراسايت. واضح اخذناها بالتيرمو بالمرحله الاولى. المايكرو هو الصغير، الماكرو هو الكبير. مايكرو باراسايت سمول، اكيد من مايكرو سمول، يونيسيلولار، يعني عاده السمول يرتبط باليوني عاده، يعني غالبا او احيانا يونيسيلولار احادي الخليه. And multiplies، يتكاثر ويتضاعف. Within its vertebrate host، العفو، يعني يتكاثر تكاثر يصير داخل المضيف أو المضيف، بالضم أو بالفتح ما يأثر. ماشي يعني. Often inside cells، protozoa are micro parasites. إذن الصغيرة، الطفيليات الصغيرة تكون صغيرة حادية الخلية، تتكاثر داخل المضيف، ومن أمثلتها قلنا إحنا عندنا بروتوزوا وعندنا هيلمنث. الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة هي البروتوزوا، مثال جدا مهم. عكسها تماما الماكرو، إحنا ماكرو باراسايت عكسها تماما، لارج كبيرة، مالتي سيلولار متعددة الخلايا، and has not direct reproduction within its vertebrate host. يعني قد، شوفنا أنا ما قايل لك يعني إنه تتكاثر خارج المضيف، لكن قد داخل المضيف قد خارج المضيف، يعني بقوسين يعني فاكولتيف يعني اختيارية. This category، هذه الفئة include helminth، اللي هي الديدان الطفيلية اللي هي تنشاف العين المجردة. فإذا هاي مثاليا أقول لك البروتوزوا تكون مايكرو والهيلمنث يكون ماكرو، ترى الفرق حرف واحد، انتبهوا اخوان. يلا on the basis of their location، هسه هاي احنا قسمناها اعتمادا على الحجم، هسه خلينا نقسمها اعتمادا على الموقع اللوكيشن. باراسايت may be divided into اعتمادا على الموقع، اكتوباراسايت واندوباراسايت. اكتو هم اخذناها بالتيرمو بالمرحله الاولى، تخص اي شيء خارجي، واندو يخص اي شيء داخلي. اكتوباراسايت which live on surface of the body، معناته هذا على سطح الجسم، على الجلد، ما يطب جوا، يعني بين قوسين بحرارة الجو ما يتحمل حرارة الجسم الداخلية، بس الطب جوا يموت. اكو مثال كلش واضح على هذا، هيومان لاوس اللي هو اجلكم الله القمل او القمل، وارسلنا عليهم الضفادع والقمل والدم، احنا نسميه قمل، هو قمل بتجديد الميم والتسمية الاصح. بيديكولوس هيومانس، هذا الاسم الطبي للقمل، اسمه بيديكولوس هيومانس اللي هو القمل البشري، لانه يعني قمل حيواني جلكم الله او القمل. The infection by this parasite، يعني العدوى التي تخص هذه الباراسايت، it's known as، شنو اسمها؟ ما يسموها infection، infection كلمه مو دقيقه بالنسبه للاكتوباراسايت. اذا تصيب الانسان، يعني الانسان بيقبل ما نقول هذا بيه عدوى كرمون، شو نقول لعد؟ infestation غزو، أو invasion غزو، أو infestation هم يستعمل هذا المصطلح. They are important as vectors transmitting pathogenic micro، يعني vector نواقل، بعدين راح ناخذ الناقل، شنو الناقل؟ زين endoparasite واضح هتكون داخل الجسم، which live within the body of the host، داخل جسم المضيف. البروتوزوان اند هيل منث باراسايت اوف مان، اللي قلنا معناتها الرجل، معناتها الانسان مو شرط الرجل. انا الاندولا العفو ما صعدتها شويه، العفو العفو العفو. اخوان العفو نسيت انبه، ضروري حاليا هسه من دا اشرح لكم، ضروري كل واحد ملزمته يمه قلم يمه، قلم جاف او رصاص، يعني قلم تاشير، هاي لا تركون يمه. أنا حتى اللي ما حاضرين المحاضرات ضروري جدا يستمعون لهاي المقاطع اللي راح أسويها خلال اليوم مباشرة، ضروري جدا حتى يعني يتوفر لكم جهد كلش هواية. فضروري جدا اللي يستمع الفيديو يكون قاعد قلمه يمه، هايلايتر أو هذا قلم تأشير يمه، ضروري جدا. فنرجع للإندو العفو، which live within the body، أخذناها داخل المضيف. All protozoan and helminth parasite of man are endoparasites، يقول لك كل
الطفيليات والديدان التي تصيب الإنسان هي إندوباراسايت. إندوباراسايت. The invasion by endoparasite as known infection. يعني شوف أنا جدا مهم. إذا أصابنا باراسايت خارجي إكتوباراسايت شو راح يكون التعبير؟ infestation. إذا أصابنا إندوباراسايت شو راح يكون التعبير؟ infection. عدوى أو تلوث. وليس العكس. ما نقدر نعكس بيناتهن أبدا ما نقدر. This can be further. طبعا كل إيش برد خلنا نقلل السبلت ما رخصتكم. عدنا والعودة أحمد. الإندوباراسايت إخوان. This can further subdivided into following types. The following types. يعني نقدر نسوي تقسيمات أخرى إضافية للإندو. الإندوباراسايت. إيش تشمل؟ هاي مهمة. Obligate parasite. قلنا الobligate معناته إلزامي أو صارم. Organism cannot exist without a host. معناتها هذا مستحيل يعيش بدون مضيف، ما يعيش لوحده، إذا طلع خارج المضيف يموت رأسا، ما يتحمل الظروف الجوية. مثال على ذلك التوكسوبلازما معروفة، التوكسوبلازما غونداي. إخوان الأمثلة صح صعبة وأنا مقدر هذا الشيء، لكن يعني السبت برقبة اليهودي، يعني هي براستها براسنا صراحة، فشو نسوي يعني لازم قدر الإمكان نشوف لنا في الطريقة نقدر نحفظ بها هاي المصطلحات الصعبة. بالمناسبة يعني هذا كلش متعمقين بالمادة، يعني ما أعرف شنو الغاية أو الحكمة من هذا الشيء. الله يكون بعوننا إن شاء الله، وإن شاء الله بكي يعني الخير فيما يختار الله. إذن obligate parasite أهم نقطة بأنه شنو cannot exist without a host، يعني أبدا ما يقدر يتواجد خارج المضيف مثل toxoplasma gondii. Facultative parasite. الباراسايت الفاكولتيتيف يعني اختياري كيف يعني مزاجي. Organism that under unfavorable circumstances بالحالات أو الكونديشن، هاي نقدر نستبدل كونديشن يعني بالحالات الغير مفضلة إلى may live either parasitic or free living extent. يعني هذا بكيف يقدر يكون، يعني يقدر يكون داخل المضيف إذا كان الجو مثلاً ما يلائمه، وإذا لائمه الجو يطلع خارج المضيف مثل نيجيرا اللي راح نأخذها بعد شوية. أو أنا أسميها نيجيرا طبعاً، أعذروني، هي اسمها ناجليريا، أنا أسميها نيجيريا للسهولة، اللي هو مرض يعني مميت وقاتل. هذا بعد شوية راح نأخذه. Accidental parasite organism that attack an unusual host. هذا بين قوسين العفو، هذا أثول، يعني أنا أسميه الأثول. accidental يعني عرضي، يعني هذا يطب المضيف، هو يعني مو يطب البيت مو بيته، يعني واضح شلون، يعني يطب البيت مو بيته، يطب المضيف ومو مضيفه. مثال على ذلك echinococcus granulus in man. قلنا المان هو الانسان وليس الرجل. Apparent parasite. طبعا هذين كلها تصنيفات ثانوية للإندوباراسايت، خلوها ببالكم أخوان. Apparent هذا هو الضال أو الشاذ. Organism that attack a host where they cannot live or develop further. يعني ذاك اللي قبله سعرفنا أثول، بس من يطب جوه يعني راح يتأقلم، يعني من يطب بهذا الهوست مالته راح يتأقلم، لكن هنا شنو؟ هنا ما راح يطب، لا حتى ما راح يقدر يعيش ولا راح يقدر ينمو، يعني هالطب المكان يعني ابد مو مكانه، واضح شلون؟ هو من اسمه يعني ضال، الله مطيح حظه يعني هذا الباراسايت. مثل التوكسوكارا كانس عندنا توكسوبلازما كونداي، اخذناها بالبدايه، هسه توكسوكارا كانس.
ماشي يعني. بالمناسبة هاي أسماء ال شو اسمه أسماء الباراسايت ما لها أي ترجمة بالعربية، يعني أسماء إنجليزية خالصة، لأن لاحظت إنه العالم اللي يكتشفها يسميها باسمه، فبالتالي ما راح تلقى لها أي شو اسمه أي تعريب. Free living, the term free living describes the non-parasitic stages of existence which are live independently of a host. هذا على الرأس، هذا إنسان طليق حر نفسه، هذا يقدر يعيش بدون هوست، بدون مضيف، مثل من الهوك وورم اللي راح ناخذها بالنهاية، آخر شيء، آخر محاضرة، محاضرة رقم 9. Have active free living stage in the soil. يعني عادي ما يقدر، يعني ما يحتاج إلى أي مضيف، لا يحتاج إلى محار، لا يحتاج إلى مثلا حشرة، لا يحتاج إلى، لا لا لا، يعيش لوحده، مثل هاي الديدان السنورية يسموها، ناس على شكل سنارة الصيد هاي، يعيش بالتربة، تلقاه بالتربة الرطبة مثلا عادة على شواطئ البحار، دائما اللي يسبحون بشواطئ البحار العفو صار لهم ديدان، لازم ياخذون أدوية طاردة للديدان، ماشي يعني. فكل واحد من ذن الأنواع شو بدي تلاحظون، خلنا نرقمها، أنا ما مرقمهن، كل واحد له صفة خاصة بيتميز عن غيره، تنحفظ إن شاء الله، مقدور عليها. هون وياي وياي إن شاء الله، يعني اللي A B C اللي يعني قلمك وياك، الهايلايتر مالتك وياك، حتى نستثمر حتى الكلام يكون مفيد. I D A B C D E. زين هسه راح نيجي الهوست اللي حكينا عليه هواي، اللي هو المضيف. هو من اسمه مضيف، يعني فاتح بابه يا اللي يجي يطب له عادي، يعني ماشي يعني. المضيف organism، يعني هم كائنات، سبحان الله، يعني ديش كائنات وهاي كائنات، اي نعم. which harbors the parasite and provide the nourishment and shelter. يعني شنو؟ يعني تأوي الباراسايت، harbors تأوي الباراسايت، تخز يعني تخليه تأوي يمها، ماشي يعني. نعمل مولى ونعمل نصير، او نعمل مأوى ونعمل نصير، ذا باراسايت اند بروفايد، يعني توفر له التغذيه، والله يعني كلش مو بس هذا، عنده فاتح له مضيف ومعذب هم، يعني يوفر له التغذيه والملجا. ات از اوف ذا فالون كتر هم بي تايبس، انواع بخمس انواع تقريبا. ديفينيتيف هوست اللي هو هذا اللي يكون عاده بالنهايه، يعني المضيف النهائي. هاربورز ذا ادلت باراسايت، انتبهوا اخوان، اهم شيء الادلت، يعني يخص الأدلت باراسايت البالغة فقط. where the parasite replicate sexually، اخوان جدا مهم، يعني التكاثر الجنسي sexually، هو الباراسايت البالغ يروح بالديفينيتيف هوست، ما يروح بالانترميديات هوست ابدا واطلاقا. انترميديات هوست أو intermediate host، the host which alternate with the definitive host، يعني يتناوب، يعني هذا فاعل خير نقدر نسميه صراحة، هو هم معذب يعني، ما أنا ما عندنا إشكال، بس هذا لا، هذا فتشي، هذا ما له مثيل، أبو الأولى. the host which alternates with the definitive host and harbors the larval or asexual stage of parasite، يعني ذاك شي يشيل إخوان، تبهو الdefinitive هذا يحمل باراسايت البالغ، والتكاثر بداخله شو يكون؟ التكاثر بداخله يكون جنسي سكشوال، على عكس وليس على غرار، على عكس الانترميديت هوست اللي يحمل او يأوي اللارفال اليرقي وليس الادلت البالغ، والتكاثر يكون غير جنسي. some parasites required اثنين انترميديت هوست، لا بأس، بعض الكائنات يعني بعض الطفيليات تحتاج إلى اثنين مضيف وسطي for completion of their of cycle. المهم بالنتيجة راح يوصل للديفينيتيف، لازم يوصل للديفينيتيف، ماشي يعني. وقد يعني هم يجوز ناخذ باراسايتات ما تحتاج مثلا ديفينيتيف، راح ناخذ لكل قاعدة استثناء. باراتينيك هوست، هذا حلو، هذا هسه اوضح لكم اياه. A host in which the larval stage of parasite survive
يعني هاي تبقي الباراسايت حيا، تبقي سرفايفز على قيد الحياة، but doesn't develop further. يعني هذا شلون اقول لك، هذا بس فاتح للمضيف، بس ما ينطي تغذية مثل هذا الديفينيتيف. هذا يوفر لك التغذية يعني النورشمنت وغيرها. هذا لا، هذا مجرد شنو، انا اقول لك تعال اقعد ببيتي بس ما اخليك، ما اعطيك اكل ولا شنو، ولا تنمو. It is often not a necessary part of life cycle. يعني مو ضروري صراحة، يعني وجود أنعم الله عليه، ما موجود ما يأثر. ماشي يعني شلون أقول لك، إن جيت أنعم الله ما جيت كلها بيك شيء. ريسيرفير خوان شوي يعذروني صراحة، يعني شو لو والله الصحة ما يساعد، جزء صوتي ناصي جزء هاي، لكن إن شاء الله إحنا شيء على شيء مثل ما يقولون، شيء على شيء، يعني كل واحد يمن على نفسه وإن شاء الله خير. Reservoir host اللي هو الخزان هذا كان harbor a pathogen indefinitely إلى ما لا نهاية، يشيل لأجل غير مسمى with no ill effect، حتى يعني بدون أي تأثير مرضي. Once discovered, natural reservoir liquid the complete life cycle of infectious disease. يعني أخوان أهم شيء السطر الأول، هسا تلاحظون بكل صنف أكو صفة مميزة، هنا يوفر، هنا التكاثر هنا يكون مثلا جنسي والبراسات تكون بالغة، هنا التكاثر غير جنسي وتكون يرقات، هنا وجود وعدم وجود سوى، هنا يعني ما يوفر بس المأوى لكن ما يكون نمو، أي نمو ما موجود. هنا أنا مجرد يشيل إلى ما لا نهاية، يشيل يأوي الباثوجين، ماشي يعني. فبكل واحد يشوفون كل واحد أكو فصفة مميزة هي اللي تميزه، هاي جست تجي ام سي كيو، جست تجي ترو فورس. نعم. كومبروميزد هوست وان ان وورم نورمال ديفنس ميكانيزم، هاي الكلمة اللي أنا لاحظت انه بكل واحد أكو كلمة مميزة، هذا عبارة عن آلية دفاعية، وزارة الدفاع هذا ديفنس ميكانيزم، آليات دفاعية. أردنبير هاي الكلمة، إذا لقيت هاي الكلمة، إذا لقيت كلمة ديفنس رأسا ودي شنو، كومبروميزد هوست اللي هو الوسطي، يسمونه الوسطي أو التسوية أو حل وسط، ما أعرف شنو تعريبه، لكن هاي الكلمة المميزة له. host parasite relationship، العلاقة اللي بين الطفيلي وما بين المضيف تكون على ثلاثة أنواع، هذا مهم جدا، تكون على ثلاثة أنواع. أما تكون symbiosis علاقة تكافل، وهي أرقى أنواع العلاقات، ماشي أخوان، أو تكون، خلنا نشرح واحدة واحدة. symbiosis اللي هو التكافل، association in which both host and parasite are so dependent upon each other، يعني واحد يعتمد على الثاني، واحد مستفاد من الثاني، that one cannot live without the help of the other، يعني فشيء راقي جدا، يعني أي واحد منهم ما يقدر يعيش بدون الثاني، كأنه تحس يعني مربوطين في الترابط روحي بيناتهم. neither of the parents suffer from any harm from this association، يعني وما حد يتأذى من الثاني، يعني ما حد يسبب للثاني أي أذية. تشوفون شلون اللي هي، هاي قلت لكم هاي أرقى أنواع العلاقات، symbiosis معناته ما حد يقدر يعيش بدون الثاني، ماشي عيني، وما حد يسبب أذية للثاني، على عكس اللي راح يجينا. لا شوف هسه هذا الثاني commensalism اللي هو التطاعم، an association in which only parasite may benefit without detectable damage to the host، يعني هذا شو نسميه، فد واحد ملعب، بحيث الباراسايت يستفاد من الهوست مالته لكن ما يسبب له اي ضرر، يعني هو تم استفاد، شلون مستفاد ما تعرف، يعني ياخذ ميزانيته، ياخذ مثلا فيتاميناته، ياخذ هاي، لكن يعني مظهريا ما جاي يشوف اي ضرر. معطيك هنا مثال، is in case of entamoeba coli in the large intestine of man. شوف هنا هاي جدا مهمه، هاي الان مظللها.
one partner أحد الشركاء benefit but the other is not hurt. يعني أحد الشركاء يستفاد جدا لكن الشريك الآخر ما يحس بأي ألم. عجيب. وذن الثانية تنعكس النوع الثالث من العلاقة اللي هو باراسيستم أو باراسيتسم اللي هو التطفل. One partner اللي هو the parasite harm or live on the experience. يعني فشي جدا قبيح جدا قبيح. يعني هم يؤذي هم عايش على خير هذا وهم يؤذي. شلون مثلا عندنا دول الجوار ما شاء الله جوار وغير الجوار يعني هم عايشين على خيراتنا وهم مأذينا يعني فوقها. لو يقطعون علينا المي لو يدزونا مخدرات لو على أي حال. One partner أحد الشركاء اللي هو منه أكيد الباراسايت الطفيلي harm or lives on the expense of the other يعني يعيش على حساب الآخر. الله أكبر. بالضبط نفس دول الجوار وغير الجوار همين. The degree of the dependence of the parasite on its host varies تختلف أكيد يعني درجة الاعتماد تختلف. مش عيني. Classification of animal parasite and vector. الفايلم الشعبة سب فايلم الشعيبة كلاس فئة أوردر رتبة فاميلي عائلة جينيوس جينس والسبيشيز النوع. هذا راح ناخذ احنا راح ندرس آخر اثنين. All of these names must be of a Greek or Latin origin. يعني أما لاتينية أو يونانية أو إغريقية or have a classical termination على أي حال. Species النوع شنو يعني الأنواع أو الأنواع. It designates a population تجمع يدل أو يشير على إلى تجمع. شو هذا التجمع؟ The members of which أعضاء هذا التجمع have essentially the same genetic characters يعني يحملون نفس الصفات الوراثية الأساسية يشتركون بهذا المشترك. مش يعني ده تلاحظون أخوان أشرون دني ترى كلش مهمات الله شاهد. And are capable of continued reproduction of their kind يعني له القدرة على شنو على تكاثر reproduction على إنتاج of their kind but usually cannot interbreed with individual of other species يعني ذولا مثل سابقا بعض العشائر يعني ما يزوجون بس يعني بيناتهم يعني ما ينطل الغريب يعني ما يقدرون يتهجنون ويا أعضاء أجناس أو العفو أنواع آخرين. بالضبط مثل العرف العشائري قبل 100 سنة أو لا يا 100 سنة قبل 75 50 سنة يجوز بعض العشائر يعني ما تنطي نسوانها إلى ما يزوجون نسوانهم إلى أبناء عشائر ثانية. عندنا بعض العراق كانت هالشكل أعتقد لا تزال أعتقد بس أقل من هو أقل من قبل بهواية. ماشي يعني الجينس الجنس is a group طبعا مفروض R مو is بس مو مشكلة is a group of closely related species. شنو يعني the scientific designation يعني الدلالة العلمية of species is combination of the genus and the species name. الجنس يعني مصطلح أشمل من النوع يعني مجموعة الأنواع تنطينا جنس. طبعا بالمناسبة هنا الجنس ما يقصد به سكس يعني ما يقصد به يعني العفو أرجو أن توصل الفكرة بينما تقصد به مجموعة أنواع. بالضبط مثلا قلت لكم مثل عشيرة يعني. This is referred to as binomial nomenclature يعني تسمية ثنائية. فإذا أهم شيء تعرفونه أنه هذا combination of the genus and species name. vector الناقل هذا فعل خير جدا. vector an agent usually an insect عادة يكون حشرة عادة مو دائما لكن عادة 80% 70% يكون حشرة. That transmit infection from one human host to another. شغلته ينقل فقط. قلنا عادة يكون حشرة. Vector is only transport. شغلته بس نقل. يعني لي مرض لها شغلته بس ينقل. يعني من اسمه vector.
helping the pathogen to complete its life cycle. يساعد الممرض على إكمال حياته. While intermediate host extends is essential in completion of some part of life cycle. هنا بسوي لك مقارنة ما بين الفيكتور اللي هو الناقل ناجي الالتفات لطيفة وما بين الانترميديت هوست المضيف الوسطي. شو الفرق بيناتهم أخي؟ إن الفيكتور بس ينقل كل شيء ما يسوي يعني ينقلك من هنا لهنا يعني لين طيق تغذية لي يوفر لك الأمان لي يوفر لك الظروف المناسبة، على عكس الانترميديت هوست اللي هو ضروري جدا في حياة الباثوجين أو الباراسايت. لكن الفيكتور لا، يعني خلينا نقول ثانوي أو مجرد يؤدي وظيفة بسيطة لعله أي واحد يقدر يؤديها، وعادة قلنا عادة يكون حشرة. زونس تيرم ديسكرايب ا ديزيز كوميونيكابل كيبل، اعرف شلون تلفظ بالمناسبه كل كلمه انا هسه دوختني صراحه، لها ثلاث الفاظ بالبريطاني وبالامريكي وبالاسترالي ووحده تختلف عن الثانيه. المهم from animal to human يعني هذه يخص الامراض القابله للانتقال من الحيوانات الى الانسان، مثل هنا لدينا طينه ليشمنياسيس اللي حبه بغداد، هايد هيداتيد سيست اند فاشيلياسيس. واضح اخوان، لا تعاريف، لا تجي تعاريف، تجي صح وخطا اكثر شيء. احنا اسئلتنا ام سي كيو، لكن لا تستهينين بالام سي كيو، احتمال يجي اربع اختيارات، انتم شفتوها حتى جتنا خمس اختيارات، يعني خمس اختيارات يعني حتى لو واحد يختارها عليك يا الله يعني هم 20% احتمال الصيف، فمشكلة قد ما تزيد عدد الاختيارات يعني هم فرصتك تقل إذا كنت يعني ما ضابط المعلومة. راح نبلش شوف ايش قصرنا كله يلا نص ساعة ما شاء الله. اخوان حتى ما يطول المقطع يكون ممل، المحاضرة الأولى شوية طويلة لأن حتى احنا ما أخذناها بالمناسبة، فراح نسوي بارت ثاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.